النهارده كنا بنتكلم عن شيء ايجابي، شيء يرجع تاني الحياه الزوجيه، يعيد نفس جديد في الحياه الزوجيه ويخلي الحياه مختلفه، مش بس في الحياه الزوجيه، في حياتنا كلها. بس اهم حاجه ان احنا نرجع تاني عشان البيوت ترجع مليانه بالحياه. يا ساده، البيوت ده محل نظر الحي، في ازاي الحياه فيه ما تتجددش كل ساعه، كل نفس. خليكم حاضرين، حاضرين بان ربنا سبحانه وتعالى كريم ودود ولطيف، واعملوا عبروا لحبايبكم عن حبكم، وانظروا في عينيكم وعينيهم بحب وبشوق. هيوصل، هيوصل، هتحسوا ان في حاجة بينكم بتحصل. هذا هو الله، هذا الحضور سيجعل الأمور تتغير وسيجعل الأفكار تتغير. وأكتر حاجة هتحسها لما تكون حاضر إن أنت بتقدر تتحكم في مشاعرك لما تبقى حاضر، وقادر تتحكم كمان في أفكارك، فتأتي بالأفكار الجميلة وتبعد عن أفكار السيئة السوداء. يا رب اجعلنا دايما من أهل الحضور، ويا رب اجعلنا دايما من اللي يعيشوا في مددك ويعيشوا بنورك ويعيشوا حياة مختلفة عن الحياة اللي مليانة وضغوط وتراكمات. اجعلنا يا رب نخرج من كل ده، من كل الضيق ده، إلى وسع نعمتك وفضلك اللي بنعيش بيها في بيوتنا لما نكون من أهل الحضور. نجبر الخواطر وكمان نسعد وكمان نسعد. اجعلنا يا رب دايما من أهل الحضور عشان نعيش دايما في النور في حضرة الغفور. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اجعلنا دائما نذوق نعمتك بالحضور في كل وقت وحين.